السلام عليكم ورحمة الله. ده ايه النور ده؟ ربنا راضي عني ولا ايه؟ معقول الحاج يوصل بيه يجي لحد عندي وما يلاقيش حد يستقبله تحت؟ انت اكيد ربنا راضي عني عشان انت طيبة وقلبك ابيض وبنت حلال. يا رب يا رب انول رضا زيك كده يا رب. خف عليك يا حاج، مش بيقولوا الطيبون الطيبات؟ ونعم بالله ونعم بالله. انهار يا اختي يعني النار. فاكره يا انهار كنت طالبه ايه مني من مده؟ لا افتكري يا انهار، معقوله نسيتي؟ افتكري والنبي يا اخويا. ما فاكره انا بقى لا يمكن انسى حاجه انت طلبتيها او نفسك راح يطلع، مستحيل الا انت. فاكره زيت الشعر اللي قلتلي مش لاقيها في مصر كلها وقلتلك اديني اسمه عشان ابعت ناس تجيبه من بلاد بره؟ زيت الشعر اهو. الله يا حاج، وانا قلت انت نسيت. انا انسى حاجه انت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، وانا اللي بقول انت اللي فهماني فيهم كلهم. والنبي ما تزعل مني يا حاج. لا زعلان؟ معقوله تزعل مني؟ والنبي لا يا حاج، انا هصالحك. يا ريتها كانت ليلتك يا نار، ليلة سميحة. لبسيني هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا معاك. شبك الصبح. وعندك قهوة مظبوط بواحد شيخ. بعد ما غيرت هدومي ودخلت السرير عشان انام، تصدق ما جاليش نوم ابدا. قلت اقوم اشم هوا، جيت على القهوه لقيتك راكن الركنه اللي انت راكنها دي. مالك يا شاهين؟ شاهين انت شايفني؟ الوليه طلعت حامل حد. انهي وليه دي؟ نعمه طلعت حامل. مبروك، ألف مبروك. وده بقى اللي مزعلك ومخليك قاعد القعدة دي؟ من ساعة ما عرفت إن مخي عمال يود ويجيب وعقلي حشيت وقلبي مقبول. يا ساتر، وليه ده كله؟ العيل ده مين اللي هيربيه يا حاج؟ إيه الكلام العبيط بتاعك ده؟ هو إحنا اللي بنربي؟ هو إحنا اللي بنرزق؟ ده إحنا كلنا ضيوف على طبلية المولى عز وجل. وأنا يعني هعيش له قد إيه يا حاج؟ لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق. ونعم بالله يا حاج. قوم يا جدع، قوم روح بيتك. يلا استعيذ بالله من الشيطان كده، خد حاجة حلوة في ايدك لمراتك عشان تفرحها، ما تكسرش قلبها في ليلة زي دي. قوم وهيطلعلك ليه؟ ما تقوم يا شهيد. مش هقوم يا حاج الا ما تقولي في الأول ايه اللي طار النوم من عينيك ونزلك القهوة دلوقتي. استنى يا حبيبي استنى، التكييف لحسن تاخد برد ولا حاجه. تعملي ايه يا سيدي؟ اعمل ايه؟ انت لسه واخد حمام سخن يا حبيبي، لحسن تستهوى ولا حاجه. حمام الهنا والعافيه وراحه البال والرضا. ده لسه ضحايا العسل دي. عارفه سميحه انت اللي فيهم والباقيين كلهم اونطه. طب عارفه ايه احلى حاجه فيكي؟ ايه يا حبيبي؟ انها هربانه منك، رايحه في داهيه ومش مديه الدنيا اي اهميه، وتموتي في الدلع والفقر. ايوه الله عليك انت يا حاج، اللي لسانك ده بينقط عسل صافي طالع من البطرمان، الجرام منه بالشيء الفلان. انا بنت اللي الجرام من ضحكتك بس، جرام يسوى الدنيا واللي فيها يا سميحه. ايوه كده، قول يا حبيبي قول. الله عليك كده لما بتبقى رايق وفايق بتبقى سكر، والكلام اللي بيطلع منك عسل، وبتقول احلى قوال. قول بقى يا فواز. وانا لسه قلت ده انت هتسمعي قوالها. ايه ده؟ احنا الصبح يا راجل.
يا بنتي مش اللي في دماغك. لا اله الا الله. تعالى يا سميحه، انت دماغك اخ منك انت. تعالى مد ايدك في جيب الجاكيت ده. اي واحده فيهم؟ الرمادي. جيب الجواني. هاتي بقى اللي مسكتيه. ده ايه ده؟ دي فيها ايه دي يا حاج؟ افتحيها وشوفي. ايه ده؟ ده يجنن يا حبيبي. ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاعك يا حبيبتي. مش ده الخاتم اللي انت شفتيه في ايد البنت الممثله لما كنا قاعدين هنا؟ اه والله يا فواز يخرب عقلك، ده انا كنت انسيه. انت فاكر لحد دلوقتي؟ انا انسى حاجه سميحه طلبتها؟ انا؟ ده انا انسى روحي، انسى اكل واشرب، ما انساش ابدا سميحه عايزه ايه. هاتي الفلوس يا حبيبي. كنت فواز انت حبيبتي وعسل ودلع كمان. حلو قوي يا عنا، يا ربنا يخليك ليا يا رب. حبيبتي ربنا يخليك ليا يا سميحه. يا عسل العسل. يا دلع الدلع. يا حب الحب. عيد عندك يا عم شعبان 22 على 17 بخم كبير، 36 على 5 بترحب خرز، 14 على 25 و6 على 2 بترحة كبيرة. تمام كده؟ انت اللي تمام؟ 100 100. ها ايدت كل حاجة يا ريس؟ حصل عمنا. بس قول لي بقى يا عم مرسي، يا البضاعة دي رايحة على فين؟ يعني منها اللي هيتفرش في المحلات ومنها اللي يخص معرض بكرة. معرض؟ معرض ايه؟ عرض ازياء. دي في ليه؟ عارفه، مش ده بتاع النسوان؟ نسوان ايه يا معلم؟ بقولك دي في ليه ايه؟ والله العظيم غريب قوي. هو الحاج فواز له في الدفلين والجو ده؟ اهو بقى ليه يا سيدي. بقول لكم ايه، سيبوني بقى عشان انا عندي لفه كبيره قوي عايز الحق اخلصها. طب مش تقول لنا يعني اللي انت بتقول عليه ده هيبقى امتى؟ الدفليه. دفليه. دفليه ايه يا عم الاجنبي ده؟ فاهم ان انا حمار ولا ايه؟ ما انا عارف انه دفليه في لوكاندا كبيره قوي، بس بصراحه مش فاكر اسمها دلوقتي. طب استنى بس، انت مالك متلهوت كده على طول وفي الجرينيه؟ ما تاخد ودي معانا في الكلام. بقول لك ايه يا عم، انا لا باخد ولا بدي، ولا ليا في قالوا ولا قلنا. واللت والعجن الكتير ده ما بياكلش معايا، ما بحبوش بصراحه، ما بينزليش من زور. سلام يا برنس. ايه ده يا عم الحاج، علينا لت وعجن وحوارات ومدخلنا في قالوا قلنا في ايه؟ ما تهدى علينا يا عم الحلو. لا يا حبيبي، الحلو ده تبقى تاكله بعد الكشري. الله. سلام يا ريس. خلاص يا عم الحادق، ما دام الحلو مزعلك تعالى يا اخويا من شغلك ده تمضي وتستلم. اذا كان كده ماشي، نمضي يا برنس. اتفضل يا استاذ. سلام عليكم. يلا يا رجاله، خلاص وشرفت يا نجم. صباحك ورد يا عمنا. يا كبير، الجومه راحت لفين؟ مشوار صغير وراجعه. طب والله تجيب لي علبه سجاير معايا.